سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. 6 سنين من الحرب بسوريا أكيد خلفت كتير من القصص الاجتماعية والإنسانية، ومع كل حدث عم بيصير بأي منطقة سورية عم ترتبط فيه عشرات الحكايات. مشان هيك صار من الضروري إنه نهتم بهاي القصص والحكاية لتكون جزء من تاريخ المرحلة يلي من الضروري تكون توثيقية. من هذا المنطلق اهتموا كتير من السوريين بتوثيق هاي القصص وأنشأوا المواقع الإلكترونية والمدونات والصحف لتكون منابر للسوريين يحكوا من خلالها قصتهم. واليوم رح نحكي عن منبر من هالمنابر واللي هو مشروع حكايتنا. حكايتنا هو مشروع مدوني أطلقوها مجموعة من الشباب السوريين بلندن جمعتهم ظروف الغربة. فكروا سنة 2014 بتأسيس حكايتنا لتكون منصة يحكوا من خلال السوريين قصصهم، يبنوا جسر من المحبة والتواصل، ومن خلال سرد تفاصيل بتتعلق بالحياة اليومية مع احترام حرية الرأي والتعبير وطريقة سرد القصة. وهيك طلعت مدونة حكايتنا كمشروع فني إعلامي اجتماعي بركز على الجانب الإنساني بالمجتمع السوري، خاصة بموسيقاهم، ثقافتهم، فنونهم، بالإضافة لتفاصيل حياتية يومية. وهي مبادرة غير سياسية ومستقلة بتشجع على تطوير المجتمعات المحلية، وبنفس الوقت بتهدف لتعزيز التسامح والمحبة والإنسانية والقيم الثقافية، وبتقوم على إيجاد أسس ومصالح مشتركة بين الناس بدون تشجيع أي أجندات سياسية أو دينية. هدف المدونة واضح ومحدد، وهو طرح قصص شخصية وتجارب حياتية لبناء جسر من المحبة والإنسانية وكسر الصورة النمطية عن سوريا والسوريين وإظهار قصص ناجحة للاجئين ودعم قضايا المرأة. طبعا كل السوريين مدعوين ليحكوا قصصهم من خلال مدونة حكايتنا باللغتين العربية والإنجليزية لتطلع هاي القصص للعالم والصوت يودي، لتعكس الصورة الصحيحة للإنسان السوري وقوة إرادته بتحدي الواقع بكل مرارته وبدء حياة جديدة. بيشتغلوا القائمين على المدونة على مساعدة الشباب للتعبير عن أنفسهم من خلال الشعر، الصور، القصص، الموسيقى وغيرها. كمان بيسعوا لخلق فرص التواصل بين السوريين. مشروع حكايتنا هو مشروع متنوع ومتجدد بتنطلق منه عدة مشروعات، منها الحكواتي، المرأة السورية والفن من أجل الأمل، شاركني حياتي. وهو من خلال هاي المشاريع ما بيتوجه لشباب عندهم خبرة مسبقة بالكتابة ولا بيستهدف أسماء لامعة بالفن والثقافة السورية، إنما بيدوروا على الأسماء الجديدة من الناس يلي عم يحاولوا يوصلوا صوتهم، بيدعموهم، بيساعدوهم، بيخلقولهم هالفرصة. بـ3 سنين الأخيرة تطورت حكايتنا وطلعت من العالم الإلكتروني والافتراضي للعالم الواقعي، وصارت تنظم أمسيات شعرية وقصصية وفعاليات ثقافية واجتماعية. ومثل ما قلت لكم، الدعوة للكتابة من خلال مدونة حكايتنا دعوة مفتوحة، بس عليكم تتواصلوا معهم من خلال موقعهم أو صفحتهم على الفيسبوك يلي بتلاقوها بوصف الحلقة، وتحكوا قصتكم من السوريين للسوريين. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.